شكرا للزميل أيمن جادة. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هنا في إطار نهائي كأس الإف إيه كاب، كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لموسم 2018-2019، كأس العراقة الأصالة ما بين مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أيام قليلة، وتتويجه كان باللقب السادس في تاريخه وللعام الثاني على التوالي، يريد أيضا أن يتوج في هذه الأمسية وهذه الليلة بإحراز لقب. فريق تشيلسي أمامنا هنا كرة على طول تبعد، ضغط قوي من البداية، انطلاق مانشستر سيتي وتوج أيضا بلقب برع الخيرية وكأس الرابطة في 2018-2019 مع فريق نادي مانشستر الأوروبي. الدوري الأوروبي بقى يعني لكن ثلاثية محلية هو اللي بينتظرها المرمى. في الدفاع كيكو فيمينا أمامنا هو اللي بنتابع هذه الكرة الركنية، قابو كان في عام 2011. كرة ملعوبة على طول، هذه أمامنا هنا التمرير على طول، تحرك خطيرة برناردو سيلفا، جابرييل جيزوس، فرصة للتسجيل بعد مرور 7 دقائق. الفريق الأمتع والأجهز والتشكيلة المثالية وفرصة رياض محرز، تمريرة حلوة قوي، الجبهة الشمال والجبهة اللي عليها عبء كبير أم الخبرات الكبيرة، زينتشينكو يلف كرة بالعرض خطيرة لكن تغطية دفاعية. أمامنا هنا في هذا الحضور 90,000 30,000 من كل حتى جوارديولا الفرق الصعبة بخلاف بقى الستة الكبار. أمامنا كرة على طول، يعني يضيق المساحات، يقفل العمق، يجعل لاعبي نادي مانشستر كلاوديو برافو لاسباب متنوعه. الكرات الخطيره امامنا، السلام رياض محرز اللي بيقدم اداء مميز، 7 اهداف في الدوري وسجل في الربط. اللاعب عبد الله ديكوري وتمريره حلوه قوي، استلام ممكن بريرا، لكن ادرسون ممكن بريرا يسجل في هذه اللقطه، كانت الكره الاولى الخطيره لكن يطلع ادرسون الرائع في هذه اللقطه، لكن هجمه حلوه قوي جيرارد ليفيو امامنا. بص طول كرة ملعوبة، فرصة كبيرة أول بريرا، تعود كرة على طول، تسديدة برناردو سيلفا، لكن يا ولد جوميز أمامنا هو حارس المرمى اللي بياخد الفرصة. في نادي واتفورد سجل 7 أهداف خلال اللقاءات اللي لعبها، يخطفوا هنا ويدخلوا فريق مانشستر سيتي في عش الضبابير. كرة العرض المباراة النهائية في 2001-2006، عادت المباراة النهائية هنا في 2007. جود ووكر ومحرز ومعاهم أيضا برناردو سيلفا، لابورت لكن لمسة المرة دي تحرك حلو قوي، ديليفيو اللي هيعمل ايه المباراة النهائية ان شاء الله. كرة على طول ملعوبة، ادي الكرات العالية يطلع على طول جوميز على ممتاز بقى لما كان معاهم جراهام تايلور امامنا، المدربين العظام في تاريخ هذا النادي. امامنا فرصة بيريرا لكن التغطية الدفاعية وتسديدة مطالبة بلمسة يد امامنا هنا في اللقطة الماضية. الكرة القوية المسددة من جانب اللاعب دوكوري والمطالبة بلمسة يد والمتعدي، ولكن مع اللاعب اوليبس امامنا كرة عالية ستيرلينج ولكن جوميز والكرة تسقط وستيرلينج وكرة ولكن ودي امامنا المحاولة والكرة اللي استلمها امامنا لجابرييل جيزوس. كوبا امريكا بقى ومشاركة 60 عام تاريخ تأسيس وإنشاء النادي من 101 مرة تانية. سيلفا ضغط قوي، سيلفا ممكن هدف، سيلفا هدف وهدف أول، ستيرلينج يصنع والنجم والمتألق دائما ديفيد سيلفا أمامنا، المسيرة والخبرة الكبيرة والهدف اللي بيأتي في الدقيقة 26 عن طريق ديفيد سيلفا بعد ضغط. شوف الضغط العالي من برناردو سيلفا والضغط بتاع ستيرلينج واستخلاص الكرة لديفيد سيلفا، وديفيد سيلفا الإسباني هنا فريقاي سوانزي وبراتفورد 5-0 لنادي سوانزي، هنا 1-0. رياض محرز امامنا اللي مقدم اداء مميز في اللقاءات الاخيره وفرق كره ملعوبه على طول الى ووكر كره العاليه، صراع في اللقطه الماضيه لكن امامنا على مندي، امامنا هنا التحرك والاستلام، جوندوجان تمريره الى جابرييل جيزوس، تمريره حاسمه هنا في اللقاء ستيرلينج، ومره ثانيه ستيرلينج هذه اللقطه وهذه الكره تطلع كره ركله ركنيه ربع. استلام على طول امامنا من جانب جوندوجان، تحرك وادي امام احمد حجازي المصري، ركنيه ملعوبه امامنا هنا من جانب اللاعب جوندوجان، راسيه لكن باستثناء دوري الابطال، تلقى هنا من جانب محرز لم في سنتي ويعمل بالعرض خطيره، 2 مقابل 1 ركنيات بقت 5. وادي امامنا هنا سيلفا يلف الكره بالعرض لكن 72-28 استحواذ، 8 مقابل 2 وهدف وحيد والثاني الثاني امامنا هنا في هذه اللقطه، جابرييل جيزوس يضع الهدف الثاني بعد هذه المحاوله، الكره اللي ملعوبه بالعرض وهدف في مرمى جوميز، وجيزوس يضع نادي مانشستر سيتي في اريحيه كبيره بالهدف الثاني، كملها صحيح ستيرلينج. وادي امامنا هنا خافي جرافيا المدرب الاسباني اللي من بامبلونه مره ثانيه امامنا، ادي امامنا ركنيه، 7 ركنيات، انطلاقه ومحاوله جديده بكامل محيطها داخل الشباك، وستيرلينج
اكدها كل الهدف اللي راح الدقيقه كام 39 ودي محرز يا ولد يا ولد على اللمه وجوميز والى خارج الملعب. خلاص خلاص المهرجان والشو المهرجان والشو في هذه المباراه. دائما اللاعب جوندوجان يلعبها عند المنتصف ركوا الامكانيات يدرسوا شال انفراد من بريرا زينتشينكو لكن فين واحد من النجوم الحقيقه مع اسبانيا في بطولتي امم اوروبا لقبين 2008 لا شيء في هذه المباراه. كرة بلعب ديني النجم والقائد تزيد من جانب ديليفيو وحاولة استعادة الأمل وتثنية بنلعب في الدقيقة وقت بدل ضائع. كرة الملعوبة كرة العالية يطلع على طول إنرسيا أدي واتفورد اللي يعني يريد أن يحقق مجده وأدي كرة اللاعب ديليفيو أمامنا هنا من نجم الشوط الأول رياض محرز بالمناسبة يعني 57 مرة لمس الكرة 32 تمريرة دقة في التمرير 91% سدد على المرمى كرة كانت خطيرة كان شالها الحقيقة ضاع وادي انطلاقة بيريرا ضيع انفراد ادي امامنا ديليفيو لكن كرة بقى محتاجة الاختراقة في اللقطة الماضية لكن جوندوجان من اللقاء واثنين لا شيء كرة ملعوبة على طول اوليفيس رأسية لكن كوم شيء جراهام شاربو كان سجل ايضا اندي جراي لايفرتون امامنا هنا فريق نادي مانشستر سيتي وكان خروج بسجل من صناعة ستيرلينج في الدقيقة 26 امامنا كرة دي بروين الكرات العرضية لكن امامنا كيف كارت امامنا اهو كيف كارت امامنا في اللقطة الماضية لاعب المان يونايتد تمرير امامنا الى اللاعب كيكو فيمينيا يلعب الكرة الرأسية المطالبة هنا بلمسة نتيجة والتقدم والتعزيز بهدف ثالث ورابع ودي رأسية خطيرة هنا من لابورت الى خارج الملعب كرة لابورت الى خارج الملعب 191 سنتي امامنا هنا لابورت 5-1 لكن المساحات وبرناردو سيلفا ودي رأسية المرة دي على طول مع الفريق في هذا العام كومباني امامنا في صراع ديليفيو فرصة 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 في مباراة نهائي اللي بيضيع بيستقبل بريرا ضيع الفرصة الأسهل في الدقيقة 10 نادي مانشستر سيتي اللي عنده لقب وحيد كان في الكؤوس في عام 1970 في عام 2011 بعد 42 سنة غياب مانشيني أعاد الفريق للتتويج بلقب ولقب ايه لقب غالي في اطار الاف اي ممكن الثالث الى كيفن دي بروين دي بروين دي بروين يدخل بيها هيدخل بيها يدخل بيها ودي بروين امامنا هنا الهدف الثالث في الدقيقه 61 البديل كيفن دي بروين الذي دخل بديلا مكان رياض محرز في الدقيقه 55 ينهي الامور في الدقيقه 61 هدف من صناعه جيزوس مع اندفاع نادي واتفورد للوصول الى هدف تقليص النتيجه لكن شباك ستيرلينج المدرب مين الفازوا من دولة واحدة بلقب البطولة كان آخر شهيرة لليدي ديانا طبعا بعد وفاتها في حادث السيارة بين العرض والقائمين 6-1 و3 لا شيء والبديل دي بروين ادي امامنا جابريل جيزوس جيزوس انفراد 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 والتاني التاني ليه والرابع في هذه المباراة التاني ليه والرابع في هذه المباراة 24 هدف لنادي مانشستر سيتي خلال مشوارهم في هذه البطولة وأمامنا هو الهدف الهدف والسعادة بعدما خسر 0-1 وفاز 4-3 وادي أمامنا هنا واتفورد طريق دي بروين وعن طريق بقى جيزوس اللي سجل منذ لحظات دي بروين يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب مانشستر سيتي وضعت الفريق في هذه يعني على فكرة في صفوف نادي مانشستر يونايتد كان أعير إلى ليستر وأعير أيضا لواتفورد وأستون فيلا وويجن وكان مع إيفرتون وادي أمامنا هنا محمد ستيرلينج في الدقيقة 38 وادي أمامنا الهالي وماركو سيلفا قبل خاف جراثيا اللي نجح في البقاء وكرة بعيدة تاريخية على طول تحرك وايه 24 اوتامندي موريتش دانيلو وادي امامنا كره جديده وهدف جديد الخامس 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 ستيرلينج 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 في هذه الكره وهذه الانطلاقات ما زال برناردو سيلفا متالقا في هذه الليله وستيرلينج امامنا هنا بيسجل هذا الهدف الرائع الرائع في هذه المباراه انطلاقه جديده لسه بنحكي على السته اللي كانت ماري وديربي كاونتي 1903 ستيرلينج شوف الجمهور اللي جاي يعني رغم خسارة واتفورد بخمسة مرور أمامنا هنا من كيفن دي بروين أدي استلام برناردو سيلفا يستحق يستحق لكن الكرة هنا المرة دي بتعنده وتطلع الكرة لخارج الملعب دخول كيفن دي بروين كان نقطة الفوز بلقب البطولة في ذلك الوقت أيضا كانوا حاضرين وبدعموا لقية لستيرلينج وكرة أمامنا الهاتريك 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 الرابع في تاريخ بطولات الاف اي كاب
هذه أمام ستيرلينج، ستيرلينج الموفق في هذه الكرة وفي هذه اللقطة، والدقيقة 87 وستيرلينج هاتريك. ستيرلينج لسه بحكي على الهاتريك في المباراة النهائية وبحكي عن